كلهم العشو دابا الربيع كلهم العشو نايضين. اذا عندنا بزاف العشو على حسب نيت المناطق فين كنا فين كاينين حنا وكل شيء. دونك من العشو دابا جبدنا الحريقه الحرشه. الحريقه الحرشه راه ممتازه، الجذور ديالها قلنا لاش صالحين، اولا النبوله ومشاكل النبوله كاملين. هي كلها البروديه راه الرحمه تقبط لها البروديه بيان سور، تتكال تشرب وتكال راه صحيه، داكشي الاملاح معدنيه والفيتامين اللي فيها راه العجب العشب. صالحه للشعر، موالين الشعر، بلونت اسونسييل معلوم. الوغ صالحه قلنا للشعر، صالحه للدمايات كاملين، صالحه للطفح الجلدي كله، صالحه حتى لموالي الفلاحه وكم بيكتيسيد راه رائعه، كون يعرفوا ليها راه يداويو العروبيه كلهم، الفلاحه كلهم يداووا باش نقول لك الكثار 100 درهم. دونك ولا كثروا هذاك ويرجع في هذاك، اذا غير ما عارفينش الوصفه ولا فورميل وكل شيء، غنوصلوا لهذا هذا الموديل. وكاين كذلك الخزامه، وكاين بعض الورود اللي مغزاله الواحد يحتفظ بها طبيعيه في الدار. الخزامه سمعي دابا كاينه الكحيله، الكحيله هي الوقيته المخيره ديال ليوتيليزاسيون ديال السياحه. كاين ريحتها ذكيه، قلت لهم راه ان ريحه الكحيله غزاله. اي ولكن الخزامه ريحتها احسن. ريحتها احسن بيان سور، هذاك كاع العشوبه هذه وقيتو طريقه باش نحافظوا عليهم الجمال، وهذه كيف ما قلتي الوقيته ديالهم باش ما نديرهم شيء. بلاتي الله يعطيك الستر، الناس اللي كبار وكل شيء مشيو للسكران، راه السكران دابا بدا راه زوين السكران، دونك البنج ولا السك. اذا البروديه ومشاكل البروديه راه هو عشبه رقم واحد البروديه، دونك روماتيزم وداك الشيء كامل. الفن السكران يقطعوا دابا ونشوفوه، دونك كاين بزاف العشوب، دونك على حسب هما اش عندهم، على حسب الاستعمال اش بغاو. الطبيعه دابا هذه هي الوقيته ديالها، مفرش لنا الزرابي شهوه في الشوفه ما شاء الله، حميضه والنعناع وهادشي كله بزاف، فيوزات الريحان اللي شجره هو، دونك على حسب العشوب اللي بغينا نستعملوا. الطريقه قلنا باش نخدموها ونحفظوها معنا دكتور تبقى معنا مده طويله، كيفاش الطريقه؟ طريقه سهله، نشفوها لكن ممكن نشفوها في الظل وبلاصه مهويه، وبيان سور نغسلوها قبل هذاك، ونديروا الجذور الفوق والاغصان لتحت بلاصه اللي مهويه، تنشف اون فوا تنشف نسخنوا الفران فيه وندخلوا هذاك البقيه ديال الرطوبه اللي فيها تبخر بالزربه، ومن بعد نهزوها نديروها في ان ساشي اون بابيي دونك في كاغيط، وهذاك الكاغيط نديرو في الميكا، بغينا نديرو الخدمه مزيانه اش نديرو باش فخر ولا دقيق؟ الرضا هاتي حفظتي الدرس. يعطيك الصحه دكتور، وانا كنشكرك بزاف على هذه المعلومات، وهذه فرصه الربيع الواحد نداها في نفس الوقت يحافظ على صحته ويستافد من الطبيعه. تقول العاده الشهريه المنتظمه من احد اسباب مشاكل كثير ديال السيدات. معلوم. وهضرنا على هذه الوصفه شحال من خطره، وعطيناها شحال من خطره، لان ميزان الهرمونات وخلق المبيض اللي ساهل، كنا السالميه. احنا المغاربه والمسلمين تنداو بالسالميه، الامريكان ولا ليزينو داكشي تيداو بلولان بزريعه الكتان، قلنا زريعه المعدنوس كي بوليفالونت اللي ميزان الهرمونات وخلق المبيض. ان الصوجة ممتازه، وهي من صوبوا الدواء ديال الكونسير دو لوسان. لا خدوا غير هاد الربعه، قلنا المارو كاع ما يبقاو يصدعوا راسهم بالماء، هو خا الوقيته ديالو دابا وزوين المارو. الوغ لا خدوا غير هاد الربعه ديال العشبات بالتساوي، شدوهم سخنوهم طحنوهم نيلوهم غربلوهم ردوهم مسحوق بودره. ياخذوا نص معلقه العيالات قبل الفطور قبل الغداء قبل العشاء قبل النعاس، راه ممتاز وراه الرحمه وراه مجرب وراه ميزان الهرمونات، بغاو يزيدوا في خلق المبيض. مثال بسيط، حبه حلاوه لانيس لا باديان، حبه حلاوه المنجمه هذاك النافع غران دو فنوي، يزيدوا هادو راهما رحمه وتقبطلو بالزربه وريحه زكيه وصالحين للغازات المعويه والحساسيه وبزاف د الحوايج. دونك احنا دابا ديجا درنا وصفه مكونه من سبعه ديال العشوب، ديال العشوب إذا هادو بالتساوي كلشي بالتساوي. إذا استعملوا العيالات غير هاد الوصفة نص معلقة قبل الفطور قبل الغداء قبل العشاء قبل النعاس وصبروا، هما عندهم ميزان ديال الهرمونات ممتاز وكيساعدهم حتى في قبلية الإنجاب، مثلا بالنسبة للسيدة اللي تعطلات ولا مسكينة ما عندهم، ولا بغاو يزيدوا بلوس دو شونس يزيدوا حدودهم أكثر، باش غيخسروا يديروا الوصفة ديال الحمص راه مجرة مفيدة الرجال والعيالات. على ذكر الحمص فأنا كنقول في صفحات لالة فاطمة ما شاء الله منور دكتور جمال، على جوج ديال الصفحات فيها كاع وصف خاصة بالجسم وخاصة كذلك بالعرسه، لان ملف خاص على العروس وعلى العريس، فحنا عطيناهم كثير ما تيفيدهم في هذه المرحله هذه وهم محتاجين بزاف. بغيت نعاود ثاني الناس اللي تيسمعونا، راه ما عندي حتى سيت في الانترنت، راه ما كاين حتى واحد ديالي من غير ديال ام اف ام
وسيت لالا فاطمه اللي فيه ريالمون الوصفات الحقيقيه ديال الدكتور جمال فخلي بدون تزوير، وايضا يعني كتعطي المقادير المضبوطه بمعايير كل حاله على حسب الحاله. وما عندي حتى دواء في الصدى، ما كاين حتى دواء ديالي، وما تنتعامل مع حتى واحد. اللي يكذب عليكم وقال لكم هذا الدواء ديال الدكتور سقلي راه تيكذب عليكم. ها على الراس والعين. طرح السؤال. مرحبا بك. مرحبا بك. شكرا. كيفاش غادي باش غادي نتسنى تعاودي تعيطوا لي ولا بقى؟ انا معاك مباشره. طرح السؤال ديالك. نطرح السؤال ديالي واخا. شكرا بارك الله فيك. تفضل. لا عندي انا واحد المرض ديال الكلوي، عندي واحد داك عندي واحد الحجره في الكلوه اليسريه عندي فيها 4 سنتيم، لان عندي هذا المرض قديم من 94. 4 سنتيم كبيره بزاف. كبيره بزاف. وكان قال لي الدكتور غادي نجيب لك شي دواء من فرنسا وداك الشيء وكذا، وهذه باش تدوى وداك الشيء، ولكن هذاك المكوار اللي كانت عندك مره كبيره. دوم ديك الاسماء. الله يجازيكم بخير. الله يخليكم. وي خويا وي خويا كمل. سمعتيني؟ تنسمع. المهم انا خلي حيت دابا هذيك الفرحه دابا هي اللي ما خليتش نهضر مزيان. المهم مني دير تهدير العشو تهدير ما خليت ما درت. وسمعت من عندكم من الراديو هنايا انا تسمعني. تنسمعك اخويا. مني سمعت هاد العشبه هذيك اللي قلت لي ديال الحرام دي. اييه. زعما حتى دابا ما عرفتش نقول لك شي 15 يوم ولا شي 20 يوم نتبعها. اييه. يعني بالضبط وداك الشيء، ولكن شي نتيجه اللي بانت لي حيت حدا الران ديالها كان تيقول لي الطبيب انا عندي بزاف ديال الدكاتره يدوز عندهم وباخذوا هذاك اللي كاين مع داك الشيء حوالي كاين، وانا ما عندي بزاف الباراسون، عندي واحد الباراسون هنا في كرسي فيها شي 9 غراض، عندي باراسون اخر وما باش ندير هذاك الباراسون اخر. هو سميتي عليه وهذاك الحامض وهذاك التفاح وداك الشيء كله وسالو، ولكن ما بانش ليا شي حاجه. ما لا 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 البقاء مداوم ماشي مشكل نهائيا. وعندي انا ذاك الحجر حمر، ما عنديش ذاك الحجر ذاك الكاكي الابيض، عندي حمر صم. واخا سمعتيني هذا الدكتور الله يجزيك بخير الله يكثر خيرك. دابا غير اسمع اخويا. نعم. قلتي عندي الحجره فيها 4 سنتيمتر، 4 سنتيمتر راه كبيره بزاف، راه جبل. بالنسبه لي الدكتور قال لي كاع مني عندك هذه الحجره ومنفوخه هذيك التكلوه راه يجينا تشرب الماء جاي. عندو الحق. راه تشرب الماء تشرب 3 لتر 4 لتر في النهار ديال الماء. شوف اخويا. ومثلا نعس كنحط حدايا لتر ديال الماء تشربه بالليل. واش بغيتي المعقول اخويا؟ نعم. منين ما عندكش التهاب وما عندكش داك الشيء بوس الارض. راه عندو يحمد ربي وشكره. نعم. هذاك دونك الافتتاح راه واجب حيت كبيره بزاف. كبيره بزاف هذا كبيره 10 سنتيم اللي فيها. انا ربي يسهل. عندي البلايك وعندي التصاور عندي كل شيء. لا خويا كبيره بزاف. لا بغيتي الحق بلي تكون صغيره هي تقدر تذوب وكل شيء. الاخرى عندك 2 سنتيم، ديك اللي عندك اليمين عندك 2 سنتيم. اش غنقول لك اخويا؟ تبع النصيحه الطبيب راه هو احسن، حيت واخا تذوب تتعيا راه كبيره 4 سنتيمتر راه قد السخط، راه كبيره وعندك انت جاوبتي من راسك، ماشي حتى ديك الكالكير اللي تقدر تذوب بسهوله. لا عندي حجره حمراء، عندي حجره حمراء حيت كنقولوا لك تطيح مني كان في هذوك النياب دوك اللي نابتين فيهم. مزيان اللي ما نزلاتش لا دخلات اللي راه تمحنك راه الصداع ما تقدرش تستحمليه وكل شيء تفتح. هي منين تكون صغيره تذوب مرحبا، اما الا كانت كبيره راه ما كاين ما يدار، راه ما نقدرش نعطيك شي شوف. عمليه جراحيه باش درتيها الراس الحجر راه ما غدير لك والو، درتي ما غدير لك والو، درتي الوراق المزاح ما غدير لك حتى حاجه. الماء وداك الشيء مع هذيك حراره الحجر داك انت قاعد تشدي حراره سنتيمتر والو. اذا تيبقى لك الحل الامثل شنو هو؟ هو الحامض. الحامض كبيره بزاف باش يذوبها. دابا تنستعمل الحامض، تنستعمل 3 تخطات في النهار مع قبل قبل الغداء وقبل العشاء، ممكن نبغي نعيش نشرب الحامض. انت تقدر دير واحد الحاجه تزيدك واحد الشهر ونص. نعم. هذاك تشرب الحامض كيف يوميا كيف تدير، وقطع الحامض وديريه في جهه السره ديالك جهه هذاك دونك بلاصه فيك الحجر. ولكن الا بغيتي الحق 4 سنتيمتر خاصو الفتح. خاصو الفتح هو المعقول. الفتح هو اللي سمعت، لان الدكتور لانه قال لي ودي هذه راه كبيره كبيره بزاف اخويا كبيره. انا غادي باش معكم، ولكن يعني 15 يوم ديال 20 يوم تبع شي، ولكن في النتيجه اللي بانت ما كايناش. لا كان ممكن اخويا راه تبان لك النتيجه، مي الحجره كبيره بزاف راه جبل عندك ماشي تحجيره. ماشي هذا الكالكير اللي تيطيح به بالمعادي. دونك انا حنا متاسفين خلاص لك العمليه. اذا الحاجه هي صحتك كتنقولوا، والواحد يمشي لعند الناس المعنيين. اختصاصا حيد لك الحجره وتهنى وترتاح وخلاص. انا عنده قديم من 94 فالواحد وعندو دونك تيكون الحجر في هذاك، وعندو حتى في قال لك الكلوه اللي من عنده 2 سنتيمتر 2 سنتيمتر راه ايمونس راه جات السخط. كما شافوا كل مريض اللي كيسمع